إذا كان جوزك عم يغرق وابنك عم يغرق، مين بتخلصي بيناتهم؟ ابني أكيد. والله؟ هيدا اللي أخذك تجوزي؟ بتعملي فيه؟ ابني أكيد. جوزك؟ شو بدي مجوزي؟ وأخذك عن حام وقتل حاله لتجوزك، وخانة أمه لأخذك. خانة أمه؟ خانة أمه بتعرف شو يعني خانة أمه؟ عمل مشكلة وأمه لأخذك أمه ما بدها إياكي كان. لا مش بغيره مش بغيره لا مش بغيره مش بغيره كيف بدك تجيبي غير؟ جوزك اللي قتل حاله كان بيو ما بده اياكي وبالقوة قام اخذك شو؟ بنجيب غيره ضحى بحياته كرامتك بساعد ابنك ابنك ايه؟ شفت؟ إذا كانت مرتك وابنك عم بيغرقوا وبدك تخلص واحد من هون مين بتخلص؟ خدتي مين بتخلص؟ مين بتخلص؟ شو؟ مين بتخلص؟ ليك مرتي مرتك؟ ايه ما بتجوز عليها ابنك يا زلمة ابنك مرتي بتخلص مرتك؟ خلص مرتي ايه بلجا بجيب ولد تاني من ابنك ما ابنك رح يصير طيارجي وكابتن وهيك شو؟ بجيب واحد بعمله دكتور او محامي او مهندس خلص قرار نهائي؟ ايه او مهندس مثل بيو سمعته؟ استغنى عن ابنه كرامة مرته هيدا الانسان وفي لمرته ولخ اذا كان ابنك وجوزك عم بيغرقوا وبدك تخلصي واحد منهم مين بتخلصي؟ ابني اكيد ابنك بتخلصي؟ انا وقفت شفتيني كيف وقفت استنفرت دغري وجوزك؟ لا ابني يعني اكيد جوزي بيدبر حاله بركي غرق جوزك يغرق ما بيأثر شو؟ يغرق مرسي كثير اذا كانت مرتك عم تغرق وابنك عم يغرق مين بتخلص؟ مرتي اكيد وابنك ابني بيتعوض وانت بيتعوض المره ما بتتعوض يا اخي شو عم تحكي مثل ما عم تحكي جد ولا عم تمزح لا اكيد انا ماني متجوز لابنك ماني متجوز اعتبر انت مجوز عندك هالشعور لا اكيد المره من وين بتخلص المره اي لك طبعا المره رح اجيب لك ولد غيره اكيد قل لهم هيك قل لهم هيك للجمهور قل لهم هيك بجيب اثنين بداله حبيبي انت ميرسي كثير اذا كانت مرتك وابنك عم بيتسبحوا وغرقوا اثنيناتهم مين بتخلص؟ ايه بدك تخلص واحد منهم ما فيك تخلص اثنين ابنك ومرتك اذا غرقوا خلص الحكايه لا عم بيغرقوا فيك تخلص واحد منهم فيني خلص واحد منهم؟ سؤال محرج لا 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 ما انه محرج ما فيني بدي انقذ اثنين اجباري ما فيك خي واحد رح تخلص شخص ما بيتخلص اثنين نط وراهم بغرق معهم شو بتعمل؟ بنط وراهم بغرق معهم عم تمزح والله العظيم عم تمزح والله العظيم والاولاد الباقي شو بتعمل فيهم؟ ما في عندي الا ولد ومرأة بس ولد ومرأة مين بتخلص؟ بنط وراهم وبغرق معهم لاني ما فيني خلص الا اثنين سوا اذا كانت مرتك وابنك عم بيغرقوا مين بتخلص؟ خلص ابني طز بالمرة بجيب 100 مرة بس ابني منين بدي اجيب؟ عم تمزح عم تحكي جار؟ قل له قل له هيك يا جمهور مين بتخلص؟ خلص ابني ايه بتخلص؟ المرة بجيب 1000 مرة بس ابني بلحمي ودمي ميرسي كثير يا كبير حبيبي حبيبي إذا كان مرتك وابنك عم يغرقوا وبدك تخلص واحد مين بتخلص؟ ابني ابنك؟ ايه ومرتك؟ بعيوني بشيلها كمان كيف بدك تشيلها؟ تعال لك ده هرب هرب شو 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 قال له؟ اثنين اثنين ما فيك تخلص اثنين مستحيل ما بتعرف ما في مرتك او ما او عم يهرب عم يهرب من الجواب انا بعتبر هرب من الجواب الحقني يا كبير اذا كانت مرتك وابنك عم يغرقوا بالبحر مين بتخلص من هون اثنين ابني ابنك ومرتك لعيونها خضر لانه جاي هلا ومرتك اللي قتلت حالها لتجوزتك ومرتك اللي خربت الدنيا كرامتك ومرتك ما خلت حدا قالت له بدي اياه اتجوزه للبوب والله بدي فوتنا على الشائرية والله شو شو قل شو بعمل قل لي جاوب لشوف بشيل ابني ابنك ومرتك بتغرق ما في مشكله خي بشيلها كيف بدك خلص في ابنك بدك تشيله ما ابني بعده هالقد يا خي شو بالبحر عم نحكي نحن والله كعيد كعيد مدام فرجيكي ما في رجال وفيين ما في رجال وفيين ليك اسمعي سمعتي بخلص مين ابنه انت اللي تعبتي له وجبتي له ابنه انت اللي قتلتي حالك لتتجوزيه بس عم حطك بالصوره انا عم حطك بالصوره انا بس شكرا لك لك عيوني انت يا حسن عيوني إذا كانت مرتك عم تغرق وابنك عم يغرق مين بتخلص واحد من اثنين؟ والله بخلص مرتك اوف لهالدرجة؟ طبعا ابنك ابني بجيب غيره من نفس المرة ومن مرة تانية ما بيأثر يا زلمة ابنك طبعا
ابنك رح يصير شاب وحليوه ورح يصير طيارجي مستقبل فاشل هون بالبلاد وين ما رحت. ايه شو بدي بابني؟ بدك مرض. اهم شيء طبعا اذا حلوه. اذا منا حلوه وبدنا نخلص منها بتعرف انت شو تخلص منا؟ انسى عجب تخلص منا؟ بتطلع الورق. عم تحكي جد؟ اي والله. قلنا هيك للجمهور. خلص الورق يا عم. ميرسي كثير. اذا كانت مرتك وابنك عم يتسبحوا واثنيناتهم عم بيغرقوا مين بتخلص بيناتهم؟ واحد منهم بدي اختار بس؟ ايه بدك تختار واحد. لا واحد والله هلا بالوقت هذا بدي اختار مرتي. تختار مين؟ مرتي لانه فينا نجيبها نجيبها. اه فيك تجيب ولد لك وابنك لعيونه خضر واشقرانه وجمال. اسمر اسمر اسمر. نعم؟ اسمر اسمر؟ عم تحكي؟ بتخلص مرتك ها؟ اكيد ابني اكيد ابني. ابنك بتخلص ولا مرتك؟ ابني. اه هلا صار ابنك؟ مرتك اللي قتلت حالها لاخذتك؟ نسوان عبينا الشارع. ومرتك اللي دمرت حياتها وخانقت اهلها لاخذتك؟ لا 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 ما دمرت حالها. اه طلعت منها لمرتك دغري؟ لك. اه طلعت من مرتك. اه يعني هلا شو حنقلها للمرأة؟ مدام طلع منك هي بلحظة بيعك، كرامة الولد بيعك. هو ميرسي كثير. الله يسلمك. يا كبير إذا كانت مرتك وابنك عم يغرقوا، مين بتخلص بيناتهم؟ يا كبير انا بخلص ابني اكيد ابني ابني هيدا اهم شيء اما مرتي بجيب 100 مره انا بتحكي جد عم احكي جد 100 مره بتجيب 100 مره يا عيب شو منك وفي ليه وانا ما منك وفي لمرتك لا كثير وفي انا ولو جوزتك هي قتلت حالها لاخذتك طب شو هاي نعمل هيدي المره بنقدر نجيب اي وحده بس هيدا الابن ابن المره بترجع بتخلف لك ولد ثاني لا ما علي هيدي المره بنقدر نجيب غيرها اما البنت الولد ما بنقدر نجيب غيرها هي كبير ولو لا خلص يعني هيك صارت القصه هيك صارت القصه بس كثير تكرم الجواب يعني اذا انت بتعرف انا بعرف يعني جواب محير بصراحه بحير الجواب مين بدي خلص ابني ولا مرتي؟ مرتي بحبها وبحب ابني مش عارفين مين بدي خلص بصراحة خلوه على الله يلا